السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين بعد غيابي عن قائمة الجزائر وين المدرب ليل وين يدافع أنا عن آدمل والناس، يعني آدمل والناس يعني ماشي قضية، يعني قضية فنية ولا خيارات فنية ولا ماشي خيارات فنية، ماشي الإصابة، ماشي خاطي هو كان في أوج العطاء تاعو ما يعيطلهش، يعني كان في أوج العطاء تاعو وما يعيطلوش وشأنه كيفاش، يعني حتى في التالية تاع نوفمبر، التالية تاع نوفمبر وين لعبها لهم قال لهم بلي لا ليكيب تاعي ليكيب تاعو ما بغاش تطيقها، هي لا أدب الناس راح لمكة نورمال عادي. لو انت ما بغاش تطلقوا راح 15 يوم راح لمكه نورمال، كان قادر يجي يلعب هنا ويروح يدير العمره تاعو ويعاود يولي ليكيب تاعو. لا سابك انت يا كيما حميش انت يا مين البدكابت وقلع راح، يعني خاص عندنا اعلام يعني طحان حسن ما يستاهلش، وغادي ينحسبوا على الاصابع اليد الواحده، ينحسبوا على اليد الواحده اعلام اكبر اعلام طحان، يعني ما هما يبطحين الاعلام يقول لك السلطه الرابعه عبر العالم، بصح حنايا يعني يبغوا يكونوا زوجات الرابعه، يكونوا الزوجه الرابعه. حنا عندنا اعلام يريد ان دائما لا يريد التحرر، يريد العبوديه. الاعلام عندنا هنايا ما يهدرلكش الصح، ما يهدرلكش على حميش، على جاب حميش ما لعبوش تروا، يلعب تروا حميش، لعب جاب دو دايره تروا، جاب هذاك لاريس جابه دايره تروا وما لعبش حميش، حميش اللي بقى كابتور عشان قال لك لا النادي تاعو عطاني غير ماتش واحد، وعطاك ماتش واحد كوسييته انت يا مي عارف بلي عطاك غير ماتش، قالوا له غير ماتش، ما كاش منها كاع، ما كاش. انا قلت لكم بلي المنتخب الوطني يسير بخبث كبير، ناس تسير بخبث، ناس خبثاء، على هذيك ما غاديش ننجحوا. هذا اللعابه لو جايين لازم لهم مدرب، ماشي لازم لهم انت شكون بيدربهم، ما يقدوش شكون قدو هذا بيدربهم، ماكم مرضى. واللاعبين مستوى اللي يقلب مدرب يكون مستوى، خاطش عليه احنا اللعابه اللي جاو ما تطوروش في المنتخب الوطني الجزائري، ما تطوروش، كاش تطور، جاو لعابه بصح ما تطوروش. كان يقول لك لا وبالرحمه ناقص، بالرحمه شامت ليكيب ناسيونال يا ودي، وزروقي والبكايه هذيك عارضه ازياء هذيك رمزي زروقي شادر وزرقان شادر، هيا قولوا لنا هادو شادروا، هيا عطونا شو شادروا، داروا والو، وهذو على كيف كاينين في القائمه. هذاك عبد القهار ولا معك سموه كيف طب مركب بنت الاعلام تاعنا جرى له شويه في القائمه، واو لله كاين ولا مكاش. وين دافع المدير الفني لنادي ليل الفرنسي باولو عن نجمه الجزائري آدم الناس وتوقع عودته القوية إلى المنافسة بعد أن غاب حوالي شهرين كاملين بداعي الإصابة، مشير إلى أن مستوياته الفنية وثبات أدائه تأثر بشكل كبير بسبب كابوس الإصابة الذي يلاحقه منذ فترة، خاصة بعد انتقادات التي طالته من طرف بعض الوسائل الإعلام الفرنسية. وغاب والناس صاحب 26 عام عن قائمة المنتخب الجزائري المعنية بمواجهة النيجر المزدوجة يوم 23 و 27 مارس بسبب خيارات هذا المشرف، على اعتبار أن جناح نادي نابولي الإيطالي السابق شارك لمدة 213 دقيقة في 15 مباراة 2000 أخيرة لليل منذ بداية العام الجاري، في حين لم يشارك في 9 مباريات كاملة. بصح على بالكم باش هذا المشرف باش الميزان تاعو زعما كيقعد غير هو يقعد في الأرض، على بالكم بلي هذا المشرف بلي جاب بلايلي كان يلعب في قطر القطري، فسخ العقد تاعو نوفمبر ديسمبر وجابه في نوفمبر، جابه في جونفي بدون نادي، ما عنده حتى نادي جابه، باش يكون على بالكم، على بالكم بلي بلايلي كان مطرد من براست وجابه وقال لكم لا والله ما على بالي بلي مطرد، قال لكم ما كانش على بالي بلي مطرد،
ما يقولكم ما يسمع فيها اليوم، راكم اليوم اللي يسمع فيها ما على باليش بلي مطبط. واه على بالنا، انا امنت امنت امنت، انا على بالي لافير تاع ادم والناس معاك، على بالي ادم والناس باللي انت تعذبه، وقلتها لك، قلتها راني قلتها في ديسمبر، قلت في سبتمبر قلتها لك، قلت لك انت غادي تعذبه ادم والناس غادي يتعذب ما دام هذا المدرب يتعذب، هاي باش يكون على بالك يتعذب ادم والناس اللي كان يطير ما يلعبهاش نورمال، ما يلعبهاش خاطش ادم والناس ما بقاش ادم، كاين لاعبين اللي ما بغاوش يبدلوا لي ماناجير تاعهم، هما لا يتعذبوا في ليك ناسيون يتعذبوا وما مساكتين، بصح انتوما راكم ساكتين، انا نقول لكم انتوما راكم ساكتين، مادامكم ساكتين مادام الناس مشى مأمنه، مأمنه اللي راه يهدر، مأمنه بنادم اللي راه يهدر، خاطش انتوما راكم ساكتين، عندما يسكت اصحاب الحق الناس تبان بلي عندهم، الاخرين تبان عندهم الحق، هذه هي. بالتالي كاع وقال هذا المدرب خلال مؤتمر التقديمي لمباراة ليل وتولوز يوم السبت اليوم في مرحلة 28 من الدور الفرنسي لكرة القدم ليك أ، رد على السؤال المتعلق بجاهزية آدم والناس، لقد لعب بعض المباريات وعانى من الإصابة، مضيف لم نشاهد والناس الحقيقي بعد، وأبرز المدرب البرتغالي ثقته في النجم الجزائري وصرح إذ لم توجه مشكلة يعني يمكنه تقديم كثير، لكن لحد الآن لم نشاهد فعلا كل ما يمكنه تقديمه، وأضاف إذ كان من في حالة بدنية مثالية يمكن أن يكون لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، قبل أن يوضح من يتميز بشيء مهم جدا وهو مواجهة واحد ضد واحد، ففي موقف الهجومي فردي يمكنه صناعة الفرق وإنهاء المباراة، لكنه يحتاج أيضا إلى أن يكون لائق بدنيا للعب معنا، لقد عاد الآن إنه أفضل لكن ليس في أفضل يعني وين بعدم يعني وين نتكلم معه صعب روحو من كشف القائمة، كاين ناس لي كاين ناس سيب روحو مشي من القائمة شوية غيظة، هو على بالو شكاين ورا على بالو شكاين على باله الصح كاين خليها تتبان تتبان، يعني كاين واحد اللاعب مساكين كيما ذاك بلال ابراهيمي في سبتمبر، في سبتمبر ني عقلي ودي قلت له هذا علاه جبته وما جبتوش، لاعب الشعب جاي عايل فيه بلال ابراهيمي ضعيف، بلال من بعد بلال ابراهيمي عاود ولا بلال ابراهيمي مكاشف ليكيب ناسيونال، قالك لا يا ودي خليت لعاب وحده اخرى، هذه النيجر راك عزمها البرازيل تاعي يا ولد، رجاله مع البرازيل جابوا سته جدد سبعه، جاب ثلاثه كلش مدروس ماشي غير على الله، ثلاثه تاع ثلاثه يلعبوا في لاكوس، عشره يلعبوا هاك، المهم مهموجه على الله، ولا من بعد الدور بعد ما تصيب هذه اللعابه يا خاطر على الله استدعاءات على الله، جيب لنا جيب لنا جيب لنا، هذه هي هذه يا خويا، هذيك راكم اقعدوا كيما هاكا راكم هاك وراكم قابلين واحد الطريق يا ودي، غير كيف الالقاب غادي يولوا يدفقوا علينا، بقى واحد اليوتيوبر المصري خرج قال لك الجزائر معوله تجيب كوب دي مون 2026 يا ودي، عم يقيلونا لا بغيتوا ربي يا ودي ما غادي نجيبوا والو، يقيلونا خلونا كيما هاكا خلونا، هذيك تاع يتركبونا فوق عاود تاع تراب، راكم باغيين تركبوا الجزائر فوق عاود تاع تراب كيما صرات لها 2022 من 2019 وانتوما هاي 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 هاي، بعد شويه ما كلش فركت كوا ما تشكلوا علينا، بعد يقعد في بلاصتو ولا بغيتو ربي، هذه اللي نقولها لكم كل واحد يريح في بلاصته، وقتها وانا يبو كيما هكا كيما ذاك ابو حسقه هذاك تاع اللي كان يقول لكم المباراه يا الجزائريين خرجوا تحتفلوا غير بشويه ما ديروش حس، راهي الخمسه تاع الصباح ما ديروش حس، دب التانيه ضروري يقول لكم انتوما شكون شكون انتوما، ولا يقول لكم شكون شكون واو لا، عطاوي
زاير شويه ما عجبتوش، قال لك زيد شويه. لي تيست راهم دايرينهم لك مع طاول، لي تيست شابين غير بشويه. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وما كان يكلمش ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو وصحاب.